خير عليكم. أنا بحيي زميلة العزيزة جيهان منصور وبحيي مشاهدي قنوات الحياة في كل مكان. أهلا بكم في نغم أف أم. ودخلت بسرعة الاستوديو عشان أقول لكم كلمتين بس سريعا. ساعتين إن شاء الله هيبقوا ظراف وخفاف ولطاف على كل الناس الخارجة في الزحمة وفي الطريق. برنامج يعني بالنسبة لي هو مختلف وحلو وما بزهقش منه ومشته واسعة. ومنورنا النهاردة في الاستوديو، أول مرة تشوفوا استوديو الإذاعة بتاع نغم أف أم. لو في العربية أو في البيت ولا في أي حتة. طبعا في نغم كانت الدنيا راحة ناحية قديم أكتر، كان الحكاية فيها كلاسيكيات أكتر. دلوقتي قدمنا ده بس بشكل مودرن. التطوير اللي حصل في نغم أف أم 105.3 الفترة اللي فاتت من أول شهر سبتمبر 2018 كان الهدف منه أن احنا نقدم مجموعة من البرامج الجديدة المتميزة. جدة تلاقوا، هلسة تلاقوا، كل حاجة بتحصل في البلد هنتكلم عنها. نوعية البرنامج بالنسبة لي أنا جديدة تماما، أنا أول مرة أشتغل درايف باك شو، الإيقاع بتاعه أسرع بكتير. أنت تقبلي أن أنت تعملي جوازتك أو تكملي جوازتك من غير نيش؟ وكل يوم بنروح مرة المشاكل راجل وست، ومرة بنعمل مشاكل اجتماعية، ومرة بنعمل يعني منوع. دي الكواليس بتاعتنا، يمكن مذيعين الراديو ما بيبانوش بس احنا مبسوطين جدا انتوا شايفيننا النهاردة. ليلي يا ليلي يا عين. شايفين اكتر حاجه بتدينا طاقه ايجابيه ايه في بدايه اليوم؟ حلاوتك في الوطنيه يا فدائي يا جامد. يعني هتعمل ايه مثلا لو انت قاعد في فرح وجت قالت لك واحده وانت مش هتتجوز بقى، ده اللي اوحش منك اتجوزه. نعمل في نفسنا اللي احنا عايزينه، ياكش نولع في روحنا، بنبقى بعد كده في امس الحاجه، لان احنا فعلا نركز على الحلو اللي فينا. نغم اف ام في ثوب جديد، جرعه من البرامج الخفيفه الجميله اللي بتناسب طبيعه المحطه الرشيقه، وبتتضمن اهداف واحده هي توعيه المجتمع، مكافحه السلبيات، نشر الايجابيات، واعمال حصريه خاصه براديو نغم اف ام. الحلقه دي كلها هتكون مخصصه لزملائي وزميلاتي المذيعات في نغم اف ام، وهنتكلم معاهم عن انطلاقتهم الجديده في فقرات مختلفه. هنبتدي بالفقره الاولى، مشرفني النهارده ومشرفاني في الاستوديو وسام وجدي مدير نغم اف ام. اهلا بيكي، منوره الدنيا والف مبروك. ميرسي وده نورك، وميرسي على الدعوه الجميله دي. اهلا وسهلا. كمان زميلتي العزيزه ايناس ثروت مذيعه برنامج صحي اليوم. اهلا بيكي يا ايناس. والف مبروك. ميرسي. انا يبارك. كمان معانا منورانا جيلان علاء مذيعه برنامج هاشتاج. اهلا بيكي يا جيلان. اهلا بحضرتك والف مليون مبروك. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. خلوني اسمحوا لي ابدا بس مع وسام، بما انه عندك يعني تركيبه البرامج والخريطه، كلمينا بقى عن ايه الجديد في نغم اف ام في انطلاقتها الجديده. احنا دلوقتي بنقدم مجموعه من البرامج اللي بتتكلم عن مجالات كتير. احنا دايما بنحب نحط نفسنا مكان المستمع. انا دلوقتي في عربيتي في الزحمه عايز اسمع ايه. احنا اذاعه ترفيهيه، يمكن بندي معلومه لطيفه خفيفه في مختلف المجالات. عندنا برامج يعني طبعا الى جانب البرنامج طبعا الصباحي، وبرنامج لبعد الظهر، وبرنامج مثلا ليت نايت شو. في برامج متخصصة كمان في التكنولوجي، في الطب، في الاقتصاد، في السياسة، في النشرة، والسوشيال ميديا طبعا جايلان تتكلم عنه. أيوة. هاشتاج. فاحنا بنقدم كل اللي يهم المستمع بشكل بسيط لطيف، بنحط نفسنا مكانه، بنشوف هو بيحصل له ايه بشكل يومي، واحنا بنكون صوته، احنا بنعبر عنه. يعني احنا كلنا مهما اختلفت المستويات الاجتماعيه عندنا مشكله ان في مدارس دلوقتي مثلا الاستعدادات بتاعه المدارس، قبلها كان عندنا المصيف، هتصيف مراسي، هتصيف راس البر، كلنا بنمر بنفس الحاجات دي. فاحنا بنحاول نكون احنا صوتهم، بنمر باللي هم بيمروا بيه، بنعبر عن اللي هم نفسهم يقولوه. جميل. وكمان يا وسام خليني احيي الفواصل والمزيكا الجديده الحلوه الرشيقه اللي انتم مختارينها كلوجو للمحطه او يعني جناجل. فكلمينا برضو عن اختيار الموسيقى والفواصل الحلوه. احنا شفنا دلوقتي محمد مدحت. محمد مدحت هو مدير برودكشن نغم اف ام. الحقيقه ان المزيكا زي ما قلتي المزيكا الجميله والايدنتيتي بتاعت محطه نغم اف ام هو اللي عاملها. معاه فريق العمل ادهم دهيمه، هتلاقي صوته، ونرمين كمان بتغني في الجينجلز. الحقيقه ان هو قال الكلمه الصح، ان
احنا بنقدم مزيكا كلاسيكيه بس بشكل مودرن اكتر. مودرن ده بيترجم في البرودكشن زي ما سمعتوا اللي هي الاغاني او البروموز او تترات البرامج. بتترجم كمان في البرامج ان احنا المذيعين بيتكلموا بشكل جديد لكن للسن اللي هو ايه عنده نوستالجيا لايام ما كان في المدرسه ايام في الجامعه. فكره النوستالجيا بنلعب اغاني تسعينات والفينات فتقول يا ده وانا كنت في المدرسه وانا كنت في الجامعه ده وانا كنت صغير. فده اللي بيميز نغم اف ام. جميل. في حاجه اخيره ممكن اقولها كمان ان عندنا ساعه مميزه جدا ساعه مع عبد الحليم. الله. من 8 ل 9 كل يوم وفوجئنا بحجم الاعجاب من المستمعين بالساعه دي. كمان في ساعه طبعا حفله الست في وقت متاخر شويه. لا هي يوميا من 11 ل 12 يوميا بالليل. هايل هايل. فمن كل اللي انا قلته ده هتلاقي ان احنا بنحاول نغطي كل او معظم الاذواق معظم الاهتمامات. وطبعا قبل اي حاجه عايزه ارجع الفضل الكبير للتغيير اللي حصل لاستاذ طارق ابو السعود المدير التنفيذي لشبكه راديو النيل. طبعا كل التحيه لاستاذ طارق ابو السعود. طبعا اكيد نغم اف ام، ميجا اف ام، شعبي اف ام، وراديو هيتس. اكيد. خليني اروح لايناس ثروت. صحي اليوم اسم البرنامج في حد ذاته منعش كده ومشرق يعني. كلمينا يا ايناس عن البرنامج وعن هتقدمي فيه افكار جديده فقرات معينه. احنا بنصحي اليوم فعلا. أيوة. زي ما نفس اللفظ بيتقال الصبح كل يوم من الساعة 8 للساعة 11 ثلاث ساعات وجبة خفيفة جدا. بحاول انه ودي فكرة انا خدتها من الناس اللي بتقدم لنا طقم الضيافة بتقدم لنا سيرفيس على اي رحلة وانتي على الطيارة. انه قد ايه هما بيهونوا عليك الرحلة بيحاولوا كل شوية يدوكي ابتسامة لطيفة سناك حلو وجبة تبقى حلوة تنامي حتى وانتي في الطيارة وانتي مرتاحة مش حاسة بإزعاج. فده اللي انا قصده او بحاول اعمله الصبح انه كل اللي بيسمع في البيك تايم او الرش اور بتاعت الزحمة المدارس الشغل المحور الدائري ميدان لبنان زحمة جدا وبيفتح عينيه بالعافية مش قادر يروح الشغل. فهو مش عايز لحد يرغي كتير. أيوة. ولا في نفس الوقت أغاني بس. فاحنا بنمسك العصاية من النص. لينك خفيف بنحاول ندي معلومة المعلومة على قد بتاعته الصبح. مش بنقول معلومة اقتصادية سياسية مش عارفة عاملة ازاي. حاجة خفيفة ازاي تبدأ يومك ازاي تكون إيجابي باستمرار وتفكر بإيجابية. فبنديله مفتاح اليوم حلو يعني يلا بقى جود صح اليوم بتاعك. صح اليوم بتاعك حلو. طب قولي لي هل في اغاني معينه بتعتمد انك تذيعيها؟ هل في حوارات معينه بتليفونات بتتلقي تليفونات؟ قولي لي جو البرنامج ايه علشان برضو الساده المشاهدين اللي بيسمعوا. طبعا الاغاني ليها دور مهم جدا. هي ايدي ورجلي الصبح انه ما ينفعش اسمعهم الصبح دموع دموع. ما تنفعش الحته دي خالص الصبح. دايما تبقى اغاني سريعه قصيره الريتم بتاعها حلو وكمان ايجابيه وصوت المطرب مفرح جدا. ده بالنسبه للاغاني. الفون كولز طبعا مهمه جدا. لما بسمع ان انا صاحبتي او صاحبي او قريبي طلع في التليفون فبسمع البرنامج فانا بتحمس اني اشارك. فانا بهتم قوي ان يكون معايا كولز كتير في البرنامج. جميل. طيب نروح لجيلان علاء وهاشتاجا. خليني بس احييكي على الاسم لانه الاسم نفسه فيه كده ابتكار وجميل قوي ومناسب للشباب والمهتمين بالسوشيال ميديا. كلمينا عن هاشتاجا يا جيلان. هاشتاج بقاله فتره طويله تقريبا هندخل في سنه. برنامج يعني بيتكلم عن السوشيال ميديا. بحب قوي ان انا اركز في انا بحس ان السوشيال ميديا عامه الفيسبوك بيبقى منفذ كده الواحد بيكتب فيه كل حاجه هو عايز يقولها بس مش عارف يواجه بيها الناس. فبحس ان انا عايز اخد بوست ممكن من ناس اعرفها او ناس ما اعرفهاش واقولها للناس. بشوف الترندز ايه يعني. احنا اليومين دول مثلا المدارس فالاول كنا داخلين في فكره السبلايز والحاجات اللي احنا محتاجينها والامهات اللي عماله بتصوت انه كل الحاجات اللي احنا محتاجين نجيبها عشان المدرسه. وبعدين دخلنا في انه المذاكره والعيال عندها مشاكل في المذاكره فانا باخد الترندز وبعرف الناس مشاكلها من ايه اب تو ديت من خلال الفيسبوك او التويتر. فاي حاجه ترندي بتكلم عليها في الساعه الاولانيه. بشوف الناس لو عايزه تتكلم في بوست معين البوست ده منور قوي وفارق مع حد قوي. بحب ان انا اخد ودي مع الناس من خلال طريقه كتابتهم على يعني وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. ومواعيد البرنامج بقى هاشتاج علشان الناس تستناه وتسمعه معانا من 9 ل 11 بالليل. عندي اول ساعه بتبقى الميوزك بتبقى مفرفشه شويه لانه بيبقى قبلها في ساعه مع حليم فبتبقى الدنيا نايمه شويه فبحاول ان انا اصحصحها. وبعدين بصراحه من 10 ل 11 اكتشفت ان الناس بتبقى
رايحه في مود تاني. اه طبعا. فبروح في مود اغاني يعني بقى وبداوا ريلاكسيشن كده. اه فعندي بيبقى الاغاني صاحيه وبعدين شويه شويه كده جرادوال يعني بتبقى رايحه المود رومانسي جدا فجاه وبلاقي الناس مبسوطه يعني عايزه ده قوي فبيبقى على حسب ببقى حاسه برده الحلقه رايحه لفين بس معظم الاحيان بحب ان اول ساعه تبقى هايبر قوي وتاني ساعه تبقى رومانسيه شويه. طيب ايه رايك يا جيلان كده واحنا على الهوا تدينا اعتبري نفسك في الراديو قدم لنا حلقه يعني مقدمه حلقه من هاشتاجه بتقولي ايه؟ بدخل بقول ويا ريت تبصي للكاميرا بقى وكانك على الهوا. اني واحده اوكي مساء الفل ومساء كل حاجة حلوة على كل اللي بيسمعونا حلقة جديدة من هاشتاجة معاكم جيلان علاء كل حد واثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل. النهاردة زي ما احنا متعودين أول ساعة بيبقى معانا بوست ترندز حاجات من فيسبوك حاجات من تويتر. النهاردة معايا 3 بوست جداد حابة أن أنا أشاركهم معاكم وبليز انتوا كمان شاركوني فيها ولو أي حد عنده بوست عايز نتشارك فيه ونتكلم فيه ابعتولي دلوقتي على 38353316 رقم الاسم اسمية 53 والبيج نغمة في أم بالعربي وبالإنجليش. تعالوا نطلع لأول أغنية ونرجع لكم تاني. الله عليكي الله عليكي ما شاء الله على فكرة يا جماعة أنا فاجئتها وده يعني على الهوا كده وما شاء الله عليكي يعني حاجة هايلة جدا. طيب وأستاذة إيناس برضو عايزاكي تعملي كده مقدمة صحي اليوم على الهواء في التلفزيون. الانترو. الانترو بس. صباح الخير والسعادة والهنا صباح النور عليكم كلكم أينما كنتوا. المحور إمدال لبنان الدائري أخبارهم إيه؟ أنتوا طريقكم من فين لفين؟ دايما ابعتولنا على 105.3 رقم الأس أم أس أخبار الترافيك إيه؟ والنهاردة عندنا لعبة زي كل يوم هنختار من 1 لـ5 هتختاروا رقم 1 وهقول لكم معلومة غريبة هنتعرف عليها لأول مرة. إيه الأغنية اللي حابين تسمعوها حالا نتونس بيها وإحنا رايحين الشغل والبلان بتاعتكم إيه النهاردة؟ ابعتولي على نغم أف أم بالإنجلش وبالعربي اسم الفان بيج. جميل جميل جدا جميل يا إيناس بصراحة أصواتكم جميلة جدا وبما أني أنا مذيعة إذاعة أصلا فيعني عايزة أقول لك أنه الأصوات مميزة جدا ويعني أتوقع لكم نجاح باهر ما شاء الله. عندي برد بس بصي أنا عندي برد في بحة بس مش مقصودة بجد أخليها البحة حلوة البحة حلوة يا جيلان خلي البحة لما عايزين أنت ببحتك زي القمر. طيب نرجع لوسام. طبعا وسام أنت مذيعة زميلة ويمكن وسام فكرتني ان احنا اشتغلنا مع بعض فكرت افاجئك على الهواء بالموضوع ده على فكره بس قلت اقول لك قبليها احسن. ايوه اشتغلنا مع بعض في التلفزيون المصري قبل كده في بدايه حياتنا احنا الاثنين وليكي برامج مميزه جدا وليكي بصمات حلوه سواء في التلفزيون او في الراديو وكوني تكوني مدير برامج ده بجد شيء صعب جدا. كلمينا عن شغلك وعن تنظيم الوقت ما بين طبعا المذيعات والمذيعين وضع الخريطه وحاجات كتيره قوي لانه دايما اللي في موقع المسؤوليه ده بيشيل كتير قوي غير انه بس يقدم برنامج يعني. طبعا هو بيبقى في فرق كبير. حسيت بيكي يا وسام. انا بحسد المذيعين حقيقه. ايوه طبعا هو الموضوع ما بيبقاش سهل لان الخريطه او النظره العامه على الاذاعه او على القناه التلفزيونيه بتبقى اصعب من تقديم برنامج بس اعتقد انا دايما بشوف ان سر نجاح اي مكان هو فريق العمل بتاعه. طبعا لو فريق العمل كله متعاون وكله بيبص بس لمصلحة المكان أعتقد ده بيسهل مهمة أي مسؤول في مكانه. كل واحد بيعمل حتته كل واحد خايف على الإذاعة كل واحد عايز برنامجه يطلع بأحسن شكل فهتلاقي كل ده لو اتجمع في مكان واحد تضمني بشكل كبير جدا نجاحه. فأعتقد أنا ما أقدرش أعمل حاجة لوحدي خالص أنا دايماً ببقى مؤمنة بالناس اللي بنشتغل سوا كل واحد يعمل حتته هتبقى مهمتي أنا أسهل بكتير. جميل. طيب أرجع تاني لإيناس وبرنامج صباحي يمكن أنا مريت بفكرة برنامج صباحي كذا سنة في حياتي تلفزيون عارفة قد إيه مجهود الصباحي وعارفة قد إيه إنك تصحي بدري تقعدي تفكري في إيه الحاجات الجديدة عشان تقوليها مجهود عملاق يعني ما شاء الله ومتاكده انك هتعملي حاجه هايله وبتعملي حاجه هايله قولي لي بقى المجهود ده حد بيساعدك فيه انت بتفكري ازاي انك تبقي تقدمي كل يوم حاجه جديده ايه الافكار اللي انت عايزه تقوليها للساده المشاهدين او المستمعين طبعا في الراديو معلش عشان التعود ايوه طبعا فكلمينا اكتر عن تجربتك في البرامج الصباحيه.
انا شخصيه صباحيه جدا يعني انا لو ظبط المنبه على الساعه 5:30 من 5 بكون صاحيه وفايقه يعني خلاص طبعا الساعه البيولوجيه بتاعتي نورها انا بلقط الشمس فعلا من اول صيف شتاء بحب جدا صحيان بدري وببقى صاحيه فايقه فاللي بيساعدني عشان انا بحب صحيان بدري اني بروح اوريدي فايقه يعني مش بفوق في الاستوديو او مش بفوق في الطريق انا وانس اني قمت خلاص فانا صاحيه. تحضير البرنامج طبعا متعب لانه 3 ساعات ولوحدي مش معايا بارتنر مش معايا مذيع مش معايا يعني انا اللي بعده او انا اللي بظبط كل الفقرات لكن في الاول وفي الاخر طبعا اكيد استاذ طارق ووسام كانوا قاعدين معانا في خطوه بخطوه عشان كان عندنا فورمات البرنامج طبعا كان عندنا كرييتيف تيم ساعدنا ان تكون الفقرات مختلفه مش متشابهه مع برنامج تاني في نفس الوقت لان دلوقتي في اكتر من اذاعه بتعمل مورنينج شو. فاول ما حطينا ايدينا على الصوره الكبيره بدات انا بقى اخد التفاصيل انه ايه اللي ممكن النهارده ناس تتكلم عنه طب ايه اللي ينفع النهارده يبقى مميز طب اخلي الحد مميز ولا الخميس اخر الاسبوع تبقى حلقه مميزه. فكل اسبوع بصراحه مش حابه انه يبقى اللي بيسمع حافظ يعني بشقلب الاسبوع يعني بعد ما كنت عايزه ثوابت قلت لا ليه خلي الناس ما تتوقعش تسمع ايه عشان تبقى فعلا كل يوم حابه تفتح النهارده تتفاجئ بحاجة جديدة. هي مش متوقعة ما يبقاش في أي لحظة ملل لا. ولا لحظة ملل بالظبط فما فيش روتين فعلا إن شاء الله. وإحنا بنحاول إن إحنا نعمل الحتة دي دايما إحنا حياتنا بتتغير بشكل سريع جدا إحنا لازم نتغير بشكل سريع كل شوية في أخبار بتطلع كل شوية في أحداث بتحصل فهو ده هو ده الترند بتاع البرنامج والمحطة طبعا بالظبط وهو ده اللي ناس ناجحة فيه الحمد لله جدا يعني جميل. جيلان انت مهمتك صعبة شوية لانه هاشتاجة هو تواصل اجتماعي وده بيستهدف الشباب بشكل اكبر لان هم المهتمين اكبر بالتواصل الاجتماعي وهم الشباب طبعا بيبقى عندهم اراء احيانا مش اي حاجة تعجبهم مش كل تعليق يبقى يعني ماشي مع دماغهم ده صعب قوي انك تجهزي له وتعدي له. كلمينا عن اعدادك للبرنامج وازاي بتختاري المواضيع وهل بيشاركك فيها الشباب او الناس اللي على صفحة البرنامج على السوشيال ميديا؟ بيشاركني اعمار مختلفة شباب وفي يعني هقولك من بداية مثلا الثلاثينات وامهات وفي جدود يعني انا على حسب التوبيك رايح فين. انا بحاول انا 3 ايام فبحاول كل يوم بيبقى بيستهدف شريحة معينة. مؤخرا بقيت مهتمة قوي بفكرة التربية وفكرة الأمهات والأولاد والأباء ومعرفش يمكن السوشيال ميديا برضو اليومين دول رايحة لده قوي فكل ما بيبقى فيه فرصة ان انا افوق حد او ادي لحد مسج في حاجة معينة شايفة ان الناس بتتكلم فيها بس ما حدش واخد باله يعني ممكن يبقى بوست عادي جدا بس يخطفني يخليني افكر في حاجه بعيده يعني نظرتي للبوست مش زي اي حد بحس ان انا باخد منها حاجه تانية بتحلليه بشكل مختلف فباخد البوست في سكه تانية خالص فبلاقي التفاعل جه معايا في السكه دي بتحركي الناس معاكي. مؤخرا بقى في معايا ناس كتيره قوي بتشارك في اعمار مختلفه وده انا فارق معايا انا مش عايزه شباب بس انا عايزه لو في مسج لا احنا مكاننا سنسيتيف قوي احنا كلمتنا ممكن تفرق قوي مع اي حد انا لو حد سمعني وبقول له على حاجه كده غيرت في دماغه اتجاه انا كده بحس ان انا عملت حاجه كبيره جدا بطلع من الحلقه بحس ان ضميري مرتاح قوي لانه خليت حد يعني يفكر في حاجه بزاويه تانية وحاجه مهمه هتفرق في حياته. فانا مش فارق لي انا بيسمعني انهي مرحله عمريه بالظبط قد ما بتكلم في ايه واصل لمين ووصل ولا لا ده اهم بالنسبه لي ساعتها بحس انه ميشن اكومبليشد. جميل. طيب الفيدباك بقى ما هو المشكله دايما بيكون في الفيدباك يعني احنا ممكن اي حد فينا اي اعلامي يكون عامل حلقه انت حاسه ان هو عامل شغل جامد جدا بس يجي لك انتقادات يجي لك طب بتعملوا ايه في الحكايه دي يعني انا بكلمكم على حاجه بتحصل لي انا وبتحصل لاي اعلامي في الدنيا سواء في راديو في جريده في تلفزيون نفس الحكايه بتعملوا ايه يعني بيبقى في استجابه مثلا على موقع الفيسبوك او الصفحه الرسميه بتاعه القناه سؤال لك يا وسام بما انك مدير البرامج. بصي هقول لك على حاجه الانتقادات مطلوبه as long as انها بناءه يعني انت حد بتنتقدني لهدف كويس انت عايز تحسن او عايز تاخد خدمه احسن مفيش اي مشكله نقد بناء مش بس جاي يعني يشتم وخلاص اي شيء خارج طبعا غير مقبول باي شكل من الاشكال لكن والله لو حد عاتب مثلا مذيع انا كان نفسي ان انت تكمل في الموضوع الفلاني انت قطعته ما كملتوش دي نقطه مهمه المذيع لازم يراعيها
لو حد قال والله انتوا ما بتعملوش برامج عن كذا، فاحنا بنحط في اعتبارنا ان احنا في خطه برامجيه جديده فعلا نراعي الموضوع ده. كل ما هو بناء مرحب بيه بشكل كبير جدا جدا. جميل. كل ما هو طبعا هدام مش مقبول، ده طبيعي. بس طبعا احنا بنبقى بيهمنا ده، بيهمنا احنا ازاي هنطور في نفسنا، لان الدنيا ما بتقفش، الايقاع بقى بتاع الحياه بقى سريع جدا. لو احنا ناجحين النهارده ولمده 3 اشهر، النجاح ده بعد في الشهر الرابع ما بقاش نجاح خلاص. هو بقى الاستقرار الممل. فالتطوير السريع مطلوب طول الوقت، وده بيساعدنا. اي نقد بيوجه لنا، اي فيدباك بيجي بيكون طبعا محطوط في أكيد اعتبار. طبعا. طيب إيناس وجيلان، كلمونا كده عن أغرب حاجة حصلت لكم وانتوا على الهواء، أغرب مكالمة، أغرب تعليق، حاجة حصلت ما كنتي متفاجأة بيها، حد بيكلمك مين مش متوقعة، يعني حصل لكم أي حاجة غريبة أو طريفة وانتوا على الهواء، مين يقول؟ جيلان عندها كتير. طيب يا جيلان، حد بعت لي مسج وقال لي انه مستنيني بره على الباب، مستنيني بره على باب المدينه. بس وبعدين ما طلعتش. طلعتش. هو حد بيحب البرنامج جدا وبيحب يسمعني قوي وكده، ومن اكتر الناس اللي تقولي عليه صديق البرنامج فعلا. عارفه انت كلمه صديق البرنامج، انا لقيته وعرفت هو مين. هو في حد صديق البرنامج قوي، بس يعني هو بزياده شويه. ايوه فاهمه. ممكن تبقى صديق لحد مسجز ومشاركاته كده، بس مستنيكي بره دي كانت قلقاني جدا. انا مستنيكي بره. فدي كانت من الحاجات اللي قلقتني وخضتني شويه، بس تمام. انا عارفه ان ده في الاول وفي الاخر حب، وبعدين اللي بيحبك من الراديو ده او اي حد بيحب مذيع راديو، هو ما بيحبش المذيع ده علشان اي حاجه غير روحه. بيحب المذيع ده عشان صوته ريحه، عشان روحه حلوه. فالارتباط النفسي او الروحاني اللي بين مذيع الراديو والمستمع، الاعجاب او الحب او هذا النوع من الحب، هو مختلف وحلو، وربنا يديمه علينا يعني. يا رب دايما. إيناس، يمكن هاخد من قالته جيلان على فكرة ارتباط المستمع بصوت مذيع الراديو. يمكن مذيع التلفزيون هو بيرتبط بشكله أكتر من صوته، لكن أنتوا مهمتكم أصعب، وده اللي يمكن درسناه في بداية حياتنا كمذيعين، واللي بدأوا في الإذاعة زي حالاتي عارفين أنه اللي بيعبر بصوته ده أصعب من اللي بيشوفني على الهواء. إيه اللي بيميز مذيع الإذاعة عشان يبقى محبوب، يبقى عنده قابليه للجمهور، الناس تروح تسمعه وتدور عليه في اي محطه؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ الكاركتر يعني الشخصيه، حتى لو صوته حلو وهو فاضي ما عندوش سيجنتشر بتاعته، عمره ما هيبقى مميز. عمري ما هروح اسمعه، هروح لاي اغنيه ساعتها هتكون بالنسبه لي اكيد احسن او مكسب. لكن الكاركتر، ان انا ما بقاش فاضيه، يبقى عندي حاجه مختلفه جدا عن جيلان، مختلفه جدا عن وسام. اللي بيسمع ده عارف انا متلخبط بصوت، بس دي اكيد إيناس. فهو ده اللي دايما بيفرق معانا كلنا. مش اي حد بيعرف يحط ايده على دي بسهوله، طبعا بالاكسبيرينس اكيد كلنا ما كناش كده في الاول. وتاني حاجه، ان يبقى المذيع دايما مليان. يعني انا ببقى مؤمنه جدا طول ما المذيع قارئ في كل حاجه هيعرف يرد، هيعرف يتصرف، هيعرف يسد. طبعًا. لو هو فاضي مهتم بمجال واحد بس هيتزنق وهيبقى شكله سخيف ووحش واجوف. يعني صح. في حاجه سطحي بقى بالظبط. دي ما حصلتش. بالظبط. ايوه دي حقيقه. فدول الحاجتين اللي بيميزوا جدا اي مذيع راديو. جميل. طيب هرجع لك يا وسام، و ايه اللي بيميز نغم اف ام عن اي محطه تانية؟ يعني المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، انا ليه اروح اسمع نغم اف ام؟ قولي لهم كده ايه الجديد، ايه المميز بقى، الحاجه اللي انا لازم اروح اسمع نغم اف ام دلوقتي ايه؟ خليني اقول على حاجه، الاذاعه عباره عن برودكشن، الجينجلز والتترات اللي انتوا بتسمعوها، وبرامج ومذيعين واغاني. اعتقد الحمد لله احنا مميزين في الثلاثه لغايه دلوقتي. نبتدي بالبرودكشن، زي ما سمعنا موسيقى جميله معبره مصريه جديده. عندنا مجموعه من المذيعين سواء اللي كانوا موجودين في نغم قبل كده، وان شاء الله انتوا هتشوفوهم في باقي الحلقه، في مي ونيره وخلود وهمسه وعمر، هيكونوا معاكم بعد شويه. وفي ناس انضمت، كمان كريم كوجك، مها وكريم، هو كريم ومها، كريم ومها الحقيقه هم على الهوا دلوقتي، فما قدروش. أيوة. ان هم يجوا. ايوه فعلا.
في عشان ما اكونش نسيت حد كمان متهيألي محمود عباس. محمود عباس هيبقى مفاجأة، فاحنا احنا سايبينه. أيوة. يعني ده هيبقى له وضع خاص. خلينا ناخد منك انفراد. هو بيقدم برنامج من 12 ل2 بالليل. أوه. حد واثنين وثلاث. هو ولد واعد جدا. سميع راديو اصيل. ليه رؤيه صحيحه لحد كبير قوي في الراديو. اسمعوه ويعني شويه كده هتلاقوه من اهم الاسماء اللي موجوده في الراديو ان شاء الله. يا ريت يا ريت دايما. طيب ده بالنسبه. بتفكري تعملي حاجه ولا لسه؟ انا اكملك معلش انا اسفه. ايوه اتفضلي اتفضلي. ده بالنسبه للبرامج والمذيعين والاغاني. احنا عندنا يعني نغم بتتميز باذاعه التسعينات والالفينات، وده مهم جدا جدا. انا نفسي لما باجي اسمع اغنيه محطوطه مثلا كنت وانا في الجامعيه، ايه الجمال ده؟ جدا طبعا. فده بتتميز بيه. زائد كمان حاجه مهمه، النشره الاخباريه او موجز النشره، ده رائع. فانا مش مضطره كمستمعه ان انا اروح لحته تانيه اسمع النشره وارجع. فانا على نص الساعه بسمع موجز لاهم الانباء المصريه والعالميه، فانا مش محتاجه اروح في حته. يعني مش هتروحوا في اي حته زي ما بيقولوا ان شاء الله. نغم اف ام على طول الطريق وفي الزحمه والصبح وفي كل وقت. طيب ارجع لايناس تاني. ايناس، برامج الصباح دايما بتبقى محتاجه الرشاقه والسرعه والكلام ده كله انت قلتيه في بدايه الكلام، لكن كمان انت بتخاطبي شرايح مختلفه، اللي رايح الشغل واللي رايح المدرسه واللي واللي واللي، بتجهزي لهم ايه بقى علشان ما يروحوش في اي حته؟ اول ساعه دي بحاول الحق الناس اللي بتروح شغلها من 8 ل 8 ونص 9. فدول دايما بحب اخد تليفونات منهم كتير او اس ام اس كتير، رايح المدرسه، رايح البنك، رايح ليه، المواعيد الرسميه قوي. من 9 ل 11 الناس اللي بتشتغل في القطاع الخاص اللي شويه عندها فلكسبيليتي في المواعيد، او اللي هي الماركتنج والسيلز اللي بتلف ميتنجز كتير في الشوارع، كمان بيكلمني تقريبا كل فعلا الفئات، سواقين التاكسي، سواقين المدرسين زي ما كنا بنقول، مديرين. كان امبارح عندنا حلقه مهمه جدا، كلموني كم من المديرين في كل القطاعات، ادويه، سلع غذائيه، حاجات كتير يعني. فبحاول انه كل واحد اكلمه بالحته بتاعته. يعني بالحته يعني سواق التاكسي، ايه اكتر اغنيه بتحبها بتفكرك مش عارفه ايه، عربيتك اتخبطت امتى اخر مره. في الحته بتاعته. اي موقف عايزه تحكيه لنا عن اي مكالمه غريبه عجيبه؟ احيانا بيطلع لنا كده ناس لطيفه جدا بتتكلم من القلب بس بنضحك يعني. هو في كمان الأسوأ اللي هي اكيد عدت بيكي، التهنيجه اللي على الهوا. يعني في اوقات بتحصل بقى كلمه عاديه بتبقى عايزه تقوليها وتروح، يعني مش جايه لك الكلمه خالص. لا بانجليزي ولا بعربي ولا باي حاجه. صح صح حصلت فعلا. وتضطري ان انت تقعدي تسحبي منه كلام او منها كلام، وهو يعني طب انت بتسمع ولا لوحدك بقى، دي مشكله يعني. على الراديو خلي بالك، وده على الراديو كمان اصعب. على الراديو اصعب لان ممكن الصوره يعني فاهمه ان لا، ولما يجي لك شرقه بقى بعيد عنك. ايوه بالظبط. او عايزه تعطسي القطش دي مشكله بقى، دي مشكله كبيره. بس خلي بالك ان طبيعه المحطه عندنا او المحطات الكوميرشال عموما في الراديو الموضوع بقى سهل شويه، يعني انا ممكن اغلط واضحك على نفسي عادي، يعني ما يا جماعه انا اسفه معلش مش مركزه مش نايمه كويس. ما بقتش بالصعوبه دي بالنسبه لنوعيه الراديو من ده. من البرامج حاجة تانية، الميكسرز او الادوات اللي احنا بنستعملها بقت كمان متطوره جدا. فاحنا دلوقتي عندنا زراير ممكن بسرعه تفيد الصوت بالتدريج، ما يبانش على الهواء، او تدوسي على حاجه تقطعي الكحه بتاعتك او الشرقه بتاعتك فتخش باد او مزيكا. فدي حاجه تانية طبعا بتساعد. طبعا محتاجه اكيد مذيع عنده خبره ومذيعات جميلات صوتا وشكلا ومضمون كمان. بتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله هنسمع معاكم نغم اف ام طول الوقت ومش هنروح في اي حته. خليني اشكركم وسام وجدي مدير نغم اف ام، نورتيني وشرفتيني. ميرسي جدا. ايناس ثروت مذيعه برنامج صح اليوم، بالتوفيق يا حبيبتي ونورتيني. كمان جايلان علاء مذيعه برنامج هاشتاج، نورتيني وشرفتيني وميرسي جدا. ميرسي لحضرتك. لو ينفع بس اقول حاجه سريعا، في ناس برضو مش موجودين قدام المايك مش المذيعين، برضو لازم ان احنا يعني نقول لهم شكرا. مهندسين الاي تي، مهندسين الصوت، الاعداد، الكرييتيف، البرودكشن، في ناس لولاهم ما كانتش خرجت الصوره الكامله بالطريقه دي. السوشيال ميديا طبعا مايكل طبعا كل عزيزي. الناس دي بيكونوا الجنود المجهوله وراء اي نجاح لاي محطه او اذاعه. بشكركم جدا جدا، نورتوني وشرفتوني وبتمنى لكم كل التوفيق. انتوا لسه مكملين مع مذيعين نغم كده كده؟ لسه مكملين. هيكون معانا فقره تانية، هتكون معانا الاعلاميه نيره شريف والاعلاميه مي انور بعد الفصل.